رمضان قرب، كل عام وحضراتكم بكل خير. وبعد ما بدأوا يعلنوا عن صفقة راس الحكمة وراس جميلة وراس محمد وكل الروس، المخابرات أصدرت تعليمات للأزرع الإعلامية بتاعتها سواء على القنوات أو على السوشيال ميديا: يا جماعة قولوا للناس ما تشتريش، اوعوا تشتروا لأن الأسعار بتنهار وحتنهار. هي القصة كلها أنه مش عايز الناس تشتري علشان يحاول يدخل جزء من السلع فتبقى متوفرة، لأن لو الناس اشترت دلوقتي هو عارف أن اللي موجود في السوق ما يكفيش وحيفضل سعره عالي. فعمالين يقولوا لك أنت أيها المواطن ما تشتريش حاجة دلوقتي، ده الأسعار هتنهار. طب أنا جعان، هستنى لما الأسعار تنهار ولا عيالي في البيت تنهار؟ شوف معايا وزير التموين بيقول لك مشروع رأس الحكمة هيسهم بشكل كبير. إن هو ب40 جنيه بس، يعني 120 جنيه. يقول له لا يا باشا روح هاتوا مستلفزيون بقى، احنا عندنا كيلو السكر ب60 جنيه، يعني الثلاثة كيلو 180 جنيه، وانا هشيلهم لك عشان انت حبيبي وقريبي وابن منطقتي وابن جهتي والكلام ده. ده الفرق بين الكلام اللي بيتقال بناء على توجيهات المخابرات. المخابرات بتمشي بقى صبيانها، ما احنا شفنا التوجيهات بتطلع ازاي من السامسونج، قالوا انت هتطلع تقول كذا وكذا وكذا، انت هتطلع عايزين نعمل حاله، هم دي عندهم بيقول لك عايزين نعمل حاله مجتمعيه. اللي هي ايه؟ اتكلموا كلكم على حاجه واحده بس، فنوهم المواطنين ان اللي احنا بنقوله ده صح فالناس تصدق. بس الاقتصاد زي ما انا قلت لك فضاح. الاقتصاد فضاح ليه يا معاليك؟ الاقتصاد فضاح لانك هتقول لي حاجه هصدقها، انزل السوق اتصدم بالواقع. هو هنا بيقول لك ايه؟ السكر هيبقى 27 40، مع ان في نفس اليوم الجريده من جوه مصر بتقول لك بقى ب 65 النهارده بعد ما كان ب 62. الله، هي دولارات راس الحكمه ايه مدعي عليها ولا ايه؟ فكل ده يفهمك ان الكلام حاجه والهري حاجه والواقع حاجه تانية، وانت مش هتروح تشتري بالكلام والهري، انت هتشتري من المحل بفلوسك وبالسعر اللي عنده مش بالسعر اللي بيقوله لا الولا بتاع الكلاب ده ولا يوسف الحسيني ولا احمد موسى ولا الناس دي.